أهلا وسهلا فيكم في مكان عجيب وغريب لسه في مدينة ملبورن الأسترالية. طبعا هذا المكان يعتبر من أهم الأماكن اللي موجودة في ملبورن للسياحة، وهو موجود على بورت فيليب باي. طبعا هو إيش؟ The most Instagrammed place in Melbourne. عشان هيك خليكم معنا نتابع الفيديو وراح تشوفونا في اللي جاي. الثينك بوكسز هدول موجودين على البيتش في ملبورن. الناس كانوا يستحوا انه نسوانهم يغيروا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ بالخارج، فعملوا هذول البوكسز عشان النساء يغيروا داخل البوكسز. البوكسز زي ما انتم شايفينهم هم عبارة عن بيوت صغيرة. أول شيء كانت الناس تخربط في البيوت فحطوا أرقام، أنتوا شايفين هون رقم واحد، وهذا هون علم أستراليا رقم اثنين، اللي وراه ثلاث، وهون في بهذا المكان حوالي 80 بوكس. أوكي، بس على هذا البيتش بشكل عام أو على هذا البي في حوالي 1200 بوكس موجودين في هذه المدينة. هذول كلهم ليش لونوهم؟ لأنه حتى الأرقام كانت صعبة لما يطلع الواحد من المحيط وهو بسبح عشان يدور على المكان تبعه كان صعب جدا، فغيروا عملوا ايديا انهم يحطوا الوان مختلفة. انتو زي ما انتو شايفين كل بوكس له لون مختلف نهائيا عن الاخر او طريقة صباغة مختلفة. اسعار هذه البوكسات كانت حوالي 2000 ل 5000 دولار، لكن حديثا اللي سمعته انه صارت تنباع باكثر من 350 ألف دولار للبوكس الواحد، لأنها نادرة جدا وصارت إشي زي هيريتج. الناس بتشعر إنها أو أنا عندي باثينج بوكس في على البيتش تبع برينتون. فإشي رائع، جميل جدا التصوير عليهم، شكلهم جميل وغريب شوية، ما شفت زيهم في أي مكان. هاي الناس عم تلعب على خط المحيط، إن شاء الله نراكم في فيديو آخر وإنجوي. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.